حنا اليوم متواجدين في القاعة المعرض الثقافي ديال قصر كبير سي محمد الخمال القندوني بمناسبة ديال حفل التميز ديال نهاية السنة الموسم الدراسي 2021-2022، والحمد لله اللي كان عندنا فيه واحد النسبة ديال التلاميذ اللي تفوقوا في البكالوريا، يعني العلوم الفيزيائية كانت عندنا أعلى معدل في الإقليم اللي هو 18.05، اللي احتلت الرتبة الأولى هي التلميذة النبيهة بسمة عوني. وبالنسبة للتدبير المحاسباتي كذلك كانت عندنا التلميذة مريم الريحاني، هي أعلى معدل في الإقليم، وهذا شرف المؤسسة وشرف الآباء ديالهم، وكنتمناو لهم مسار دراسي موفق إن شاء الله. مؤسسة النخبة الخصوصية بمدينة العرائش، كنتمناو النجاح لجميع الوليدات والتفوق في المسار الدراسي ديالهم ان شاء الله. اش كيمثلكم هذا الانجاز يعني في المؤسسه؟ هذا فخر بالنسبه لنا، الحمد لله المجهودات اللي كنقوموا بها والطاقم التربوي الطاقم الاداري كله مشكور على المجهودات اللي قام بها باش حصلنا على هذه النتائج هذه، ونتمنى ان شاء الله مستقبلا تكون نتائج افضل. بالنسبه للتضافر ديال الجهود ديال الاسره كذلك يعني حتى واش اكيد يعني الاسره عندها دور مهم جدا في التفوق ديال التفوق الدراسي ديال الابناء ديالهم، يعني كان تضافر الجهود بين المؤسسه والاسره دائما، بدون اسره ما يكون والو، يعني الاسره خصها تكون دائما موجوده.